صباح الفل، صباح الجمال على كل متابعينا متابعين قناة جنتي. معانا النهاردة نجم جميل، لا معانا نجمين كده، معانا نجم جميل النبات ومعانا نجم جميل شرنوبي. صباح الخير يا شرنوبي، بيصبح عليكم، بيحب دايما يجي يحضر التصوير معايا. نباتنا الجميل يتميز انه يتأقلم في اي مناخ ويتأقلم مع اي ضوء، مش بس كده بيتأقلم كمان مع الإهمال. يعني لو نسيت النبات لفترة أو كنت مسافر لفترة يوم أو يومين أو أسبوع، بيتأقلم ويحافظ على جماله ويحافظ على شكله. ده لسبب إن الجذور بتاعته في شكل درنة بيحتفظ فيها بالماء. موطنه الأصلي جنوب أفريقيا. يتميز النبات الجميل بوجود سيقان صفراء. هذه السقام بتحمل تجمعات زهرية، وبعد كده بيتكون منها نبات شبيه للنبتة الأم. له أسماء عديدة ولكن أشهرها نبات العنكبوت. نبات العنكبوت بيتميز إن هو من أهم النباتات المنقية للجو، بيعمل زي فلتر كده، بينقي الجو من الملوثات، وخاصة لو كان المكان مغلق. وكمان بيعمل على تهدئة الأعصاب لأن شكله جميل جدا، بالذات الناس المحبة للنباتات تفهم قصدي. ده ممكن وهي قاعدة كده بس تبص للزهرة أو تبص للنبتة يحصل لها زي هدوء كده، سلام روحي. فعلا أنا بحس النبات كده بيعمل معايا سلام اطمئنان. جربوا كده تكونوا مرة، ربنا يبعد عنكم الهم والغم أو الضيق، تكونوا متضايقين من أي حاجة وتقعدوا في وسط جمال خضرة أو ورد، أو تقومي تهتمي بالنبتة بتاعتك أو الزرعة بتاعتك، هتلاقي على طول المود بتاعك اتغير وتحول لحاجة تانية خالص. أنا بتكلم عن محب النباتات. النبات بتاعنا طريقة إكساره سهلة جدا، من خلال السيقان الصفراء بتطلع عندنا النبتة الجديدة الشبيهة بالأم. بنفصل هذه النبتة ونضعها في ماء لغاية لما يظهر لها جذور، وبعد كده نضعها في القصيص. دي طريقة. الطريقة التانية ممكن نضعها على طول في نبات به تربة صالحة للزراعة، أسفة، قصيص به تربة صالحة للزراعة مباشرة. على طول في يومها بيبدأ يتأقلم النبات ويدينا نبتة جميلة. نباتنا الجميل بيتأقلم مع أي ضوء، يعني ممكن نستخدمه كنبات داخلي أو خارجي في الحديقة، ولكن يوضع في مكان ظل. التسميد يسمد بنبات عضوي مرة واحدة في العام، يسمد بسماد عضوي مرة واحدة في العام، أو يسمد بسماد NPK. أنا جبت لكم معايا النبات بأشكال أو بأعمار مختلفة. هنبدأ بأقل عمر، ده كنت لسه زرعاه من أسبوع. النبتة دي عمرها شهرين، دي عمرها 5 شهور، ودي عمرها سنة. كل ما تكبر في العمر كل ما بتديكي سقان صفراء أكتر وإنبات أكتر. شكلها غاية في الجمال، سبحان الخالق العظيم، خلق فأعظم، خلق في أحسن الخلق. يا رب أكون قدرت أوصل لكم ولو معلومة بسيطة عن نباتنا الجميل نبات العنكبوت.